من جديد البرلمان يخفق في عقد جلسة تمرير الموازنة بسبب الانقسام الكبير بين القوى السياسية الشيعية بشأن بعض بنودها، لا سيما ما يخص سعر صرف الدولار والقروض الخارجية الجديدة التي تتجاوز 8 مليار دولار، إذ أبدت بعض الأطراف خشيتها من استغلال هذه القروض لصالح جهات سياسية معينة. 40 ملاحظة ونشوفها يعني جميعها ضرورية ومهمة، وإن كان بالأولويات خلينا نقول النقاط الأولوية بالدرجة الأولى هي موضوع سعر الصرف وموضوع الإقليم، ومن بعدها موضوع الخصخصة، موضوع أنه بيع أموال الدولة وبيع الأراضي الزراعية، موضوع أنه الكتب أنه المدرسية تطبع مع القطاع الخاص، ليش لما تكون أنه المفروض أنه مع القطاع العام، قضية المطورين بالمحافظات اللي يعني اللي يساعدون كأنهم في بناء البنى التحتية. التأخير في إقرار مشروع قانون الموازنة يثير قلق العراقيين الذين اعتبروا أن المناكفات بين القوى السياسية ستخلف آثارا اقتصادية سيئة على البلد الذي يعاني ظروفا صعبة، وسط تأكيدات نواب أن إقرار قانون الموازنة أصبح خاضعا للحسابات السياسية. السيد رئيس اللجنة المالية والأخوان أعضاء اللجنة المالية مستمرين بالتفاوض مع الكتل المعترضة. أعتقد أنه مشكلة الإقليم حلت ومشكلة يعني صغيرة بالنسبة لأحد المواد التي تنص على أنه هنالك قروض لتمويل مشاريع. هذه المادة اعترضت عليها بعض الكتل السياسية على اعتبار أنها تكبل البلد بقروض كبيرة للدول أجنبية. ويحذر مراقبون من خطورة المساومات السياسية واعتماد الموازنة كورقة انتخابية، مؤكدين أن الكتل السياسية تتصارع من أجل الحصول على مكاسب مالية ستضيف لمشاكل العراق المتراكمة. فراس الدليمي، قناة الفلوجة، بغداد.